هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجتين لثلاث درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى. الطقس هيكون شديد الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء وحار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء ومعتدل على السواحل الشمالية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتور محمود القياسي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذ هاله وعلى كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني اخبار الجو ايه النهارده وهل كده احنا درجات الحراره دي في معدلاتها الطبيعيه ولا اعلى؟ يمكن النهارده تحديدا بيتوافق مع البدايه الفلكيه لفصل الصيف طبقا لموقعنا الجغرافي، لكن طبعا دايما بنقول ان البدايات الفلكيه للفصول او حتى النهايات الفلكيه للفصول مش بالضروري انها تتزامن مع البدايات المناخيه. يمكن من اول شهر 6 او اوائل شهر 6 كنا اعلنا ان خلاص اننا يعتبر من الناحيه المناخيه بنستقبل فصل الصيف او في بدايات فصل الصيف. صحيح. يمكن ابرز السمات الاولى لفصل الصيف بيكون هو تاثرنا بالمنخفض المشهور جدا او المنخفض العملاق، هو منخفض الهند الموسمي منسون. اللي بياثر علينا الفتره الحاليه ويمكن هو السبب الرئيسي في احساسنا بارتفاع درجات الحراره خلال الاسبوع ده، حتى وان كانت درجات الحراره كانت بتسجل درجات مش عاليه قوي، لكن بسبب ارتفاع نسب الرطوبة نتيجة منخفض الهند الموسمي ده بدأنا نحس بارتفاع درجات الحرارة. يمكن طوال هذا الأسبوع من يوم الأحد تقريبا درجات الحرارة على القاهرة في حدود 37 أحيانا 36 درجة مئوية، وكنا بالفعل أما بنقول كده المواطنين بيقولوا احنا حاسين درجة الحرارة خلال فترات الظهيرة أعلى من كده على القاهرة، وده طبعا بسبب ارتفاع نسب الرطوبة اللي كلنا بدأنا نلاحظه. اليوم تحديدا زي ما حضرتك اشرت في البدايه احنا كنا اعلنا ان هيكون في ارتفاع في درجات الحراره، وهو ارتفاع طفيف فقط على الجزء الشمالي من الجمهوريه، بنبدا بالسواحل الشماليه محافظات الوجه البحري والدلتا حتى القاهره الكبرى، لان بالفعل المحافظات الجنوبيه بنتكلم عن شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء لا زالت الاجواء فيها درجات الحراره فيها مرتفعه بشكل ملحوظ. يمكن بالامس سجلت اسوان درجات حرارة ما بين 47 ل 48 درجة مئوية، في حين القاهرة بتسجل ما بين 36 ل 37 درجة، لكن بداية من اليوم هيكون في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على شمال الجمهورية. نقدر نقول ان القاهرة النهاردة هتسجل ما بين 37 ل 38 درجة مئوية، هتبدأ درجات الحرارة ترتفع فيها يمكن بشكل تدريجي الفترة اللي جاية او هتحافظ على ال 38 درجة مئوية حتى منتصف الأسبوع اللي جاي، ممكن تصل فيها العظمى على القاهرة ما بين ال 39 ل 40 درجة مئوية، لكن مع درجات الحرارة دي اللي هي حتى لو 37 لحد 39 مع ارتفاع نسب الرطوبة بالتأكيد خلال فترات الظهيرة بنحس بيها أكتر من كده. كمان هتبدأ درجات الحرارة الصغرى اللي بيتم تسجيلها خلال ساعات الليل على القاهرة الكبرى ترتفع شوية بمعدل درجتين تقريبا او درجه عن الليالي اللي فاتت، هتبدا الصغرى تسجل في حدود ال 27 ل 28 درجه مئويه، بالتالي نقدر نوصف الطقس بوجه عام انه طقس شديد الحراره على اغلب مناطق الجمهوريه من ضمنها القاهره الكبرى والوجه البحري ومدن القناه وسيناء ومحافظات شمال وجنوب الصعيد ما عدا السواحل الشماليه اللي عليها الطقس حار خلال ساعات النهار، لأن درجات الحرارة هناك بتكون في حدود ال 30 ل 31 درجة مئوية، وخلال ساعات الليل بسبب الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة اللي أشرنا إليه ده هتكون درجات الحرارة ليلا مائلة، الأجواء ليلا مائلة للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية ما عدا السواحل الشمالية اللي الطقس ليلا هيكون عليها معتدل. يمكن مع الارتفاع المتوقع ده زي ما قلنا على شمال البلاد على منتصف الأسبوع اللي جاي هتوصل العظمى على السواحل الشمالية لحدود ال 33 وربما 34 درجة مئوية خلال ساعات النهار، طبعا كل ده بسبب تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي اللي بدأ بالفعل يسيطر بدري على أو في وقت مبكر على العديد من أنحاء العالم العربي وبالتالي بيأثر على مصر بشكل ملحوظ. طبعا زي ما أشرنا هو ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نتيجة هذا المنخفض اللي الحقيقة باين عليه مكمل معانا لمدة أسبوع على الأقل، ويكون هو المسبب لهذه الارتفاعات في درجات الحرارة. طبعا زي ما أشرنا في البداية محافظات الصعيد لا زالت عليها الأجواء شديدة الحرارة بشكل ملحوظ، خاصة جنوب الصعيد
الخرائط بتشير انه على مدار الفتره اللي جايه درجات الحراره هناك مش هتقل عن ال 45 او 44 درجه مئويه، يعني بالفعل اجواء شديده الحراره على اغلب مناطق الجمهوريه. بالنسبه لسؤال حضرتك في البدايه، هل دي هي المعدلات الطبيعيه ولا لا؟ يمكن المعدلات الطبيعيه بالنسبه للقاهره تتراوح ما بين ال 33 ل 35 درجه مئويه خلال الفتره دي. طبعا في بعض الاحيان ممكن ايضا ال 36 درجه مئويه على القاهره تكون معانا من ضمن المعدلات الطبيعيه، لكن زي ما قلنا بيكون الفيصل والعامل الاساسي هو ارتفاع نسب الرطوبه، وبالتالي لما القاهره هتسجل خلال الفتره دي 38 او 39 درجه او حتى ال 40 درجه المتوقعه ربما على منتصف الاسبوع اللي جاي، فدي كلها تعتبر درجات حراره بالفعل اعلى من المعدلات الطبيعيه. طبعا نشاط الرياح يمكن بدانا ما نلاحظش او لا نلاحظ ان في نشاط للرياح على العديد من مناطق الجمهوريه زي الفتره اللي فاتت، ان وجدت نسمات او بعض هبات الرياح بتكون هبات خفيفه جدا على مناطق دون الاخرى، على مناطق متفرقه من الجمهوريه وبتكون على فترات متقطعه، يمكن كل دي بتكون عوامل مساعده اننا نحس اكثر بارتفاع درجات الحراره خاصه خلال فترات الظهيره. طب يعني يا دكتور محمود، يعني اللي فهمته من كلام حضرتك تأثرنا بمنخفض الهند ده مؤثر علينا وده مكمل معانا لمدة أسبوع، لكن هل بعد الأسبوع ده هتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، ولا الأجواء الحارة والمعدلات الأعلى من الطبيعي مكملة معانا؟ احنا بنتكلم في 93 يوم فصل الصيف كله. هو فصل الصيف كله طبعا ما نقدرش نتكلم فيه ان درجات الحراره طول فصل الصيف هتكون اعلى من المعدلات الطبيعيه، لكن المعتاد عندنا في فصل الصيف انه بنشهد اغلب الايام درجات حراره حول المعدلات. يمكن المعدلات الطبيعيه بتاعه شهر 7 وشهر 8 المفترض انها بتكون اعلى قليلا من شهر 6، يمكن المعدلات الطبيعيه في 7 و8 بنتكلم ما بين ال 34 ل 36 درجه مئويه بالنسبه للقاهره الكبرى، بتقل كلما اتجهنا شمالا وترتفع طبعا كلما اتجهنا جنوبا. دي هي المعدلات الطبيعيه، لكن برضو الطبيعي في فصل الصيف انه من حين لاخر نشهد بعض الموجات اللي بيكون فيها ارتفاع في درجات الحراره. لمدة أكثر من أسبوع ما نقدرش نقول أو ما نقدرش نجزم بأنه درجات الحرارة هتعود مرة أخرى إلى معدلاتها الطبيعية، لكن الخرائط بتشير أنه ممكن بعد الأسبوع درجات الحرارة تعود مرة أخرى لحدود 37 ل 36 درجة مئوية. في بعض الأحيان كمان من فصل الصيف بيتراجع قليلا منخفض الهند الموسمي، وبيأثر مكانه مرتفع آخر يسمى مرتفع العروض الوسطى أو مرتفع الأزور، ده دايما بتكون معاه درجات الحرارة أقل بشوية، بتوصل معاه ل 33 وربما كمان في بعض الأحيان 32 بالنسبة للقاهرة الكبرى، لكن الخرائط حتى الآن بتشير أنه ربما لمدة 10 أيام على الأقل منخفض الأزور بعيد شوية عننا، وبالتالي ربما لمدة أسبوع أو 10 أيام على الأقل درجات الحرارة مش هتقل عن 36 أو 37 درجة حتى بعد انتهاء المدة اللي هيكون فيها هذا الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة اللي بمعدل درجتين لثلاث درجات. نشكر حضرتك دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا لحضرتك، وتعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى فيها تكون 38 والصغرى 26، وفي العاصمة الإدارية 38 25، الإسكندرية 32 22، والعلمين الجديدة 31 22، مطروح 30 22، ودمياط 32 23، بورسعيد 33 25، والإسماعيلية 38 24، السويس العظمى فيها تكون 38 والصغرى 24، والعريش 34 22، كاترين 35 16، وطابة 38 26، حلايب 37 29، وشلاتين 42 30، شرم الشيخ 42 30، والغردقة 40 30، وفي الفيوم 38 25، وأيضا بني سويف 38 25، أما في الوادي الجديد العظمى 42 والصغرى 30، وأسيوط 40 26، سوهاج 41 27، وإنا 45 30، الأقصر 46 30، وأسوان 47 30. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة وفي المحافظات. دلوقتي عودة مرة تانية لمنى وشاذلي متابعة فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. شكرا.